السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة جدا نزلت في جوجل بارد من شوية صغيرين، هي كانت موجودة في اللغة الإنجليزية لكن من شوية كده نزلت في اللغة العربية. هي عبارة عن إيه؟ إن أنا لو سألته أي سؤال هيبدأ يجاوب، بعد ما يجاوب أقول له اعمل دبل تشيك، يعني افحص لي وقول لي الكلام ده أنت جبته منين. تمام. طيب هو لسه بيجاوب. بعد كده اهي الزرار اللي هو على شكل حرف جي جوجل، هتقول له دبل تشيك، هيعمل ايه؟ هيبدأ يدي لون للحاجات ويقول لي الحاجة دي موجودة فين، يعني مثلا المعلومة دي في مثلا ويكيبيديا، المعلومة دي اهي تيجي هنا تقف عليها يقول لك المكان اللي جاب من المعلومة ديت. تمام. المعلومة دي فده بيأكد لي ان المعلومة صح ولا غلط. ممكن ادخل واتأكد ان المعلومة دي هل هي صحيحة مش صحيحة وهكذا. ده مثلا من اليوتيوب، ده من اليوتيوب، فتقدر ان انت تعمل تشيك وتتأكد من صحة المعلومة، لان ساعات البرامج دي بتألف وتجيب كلام من عندها، ففكرة ان هو يجيب لك المصدر بتاعت الحاجة ده هيخليك مطمن اكتر.